وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أشاد سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. استطاعت الدبلوماسية البرلمانية البحرينية أن تصنع لها مكانة خاصة في المنظمات، خصوصا في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وقد نالت البحرين العديد من المراكز على المستوى الدولي لتثبت الدبلوماسية البرلمانية البحرينية أنها قادرة على إيصال صوتها وصوت شعوب المنطقة في الدفاع عن قضايا مخدرات. وكانت آخر هذه الإنجازات رئاسة البحرين للبرلمان العربي، وهو إجماع على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة كبيرة حققتها من خلال تجربتها البرلمانية وما تشهده من تطورات كبيرة في هذا المجال. أمانة نرجع الفضل في هذا الأمر لصاحب الجلالة الملك المفدى، فهو رجل يعني رجل دبلوماسي الأول في المستوى البحرين، ورجل يعني أثبت البحرين قامت أو السياسة البحرينية تقوم دائما على التوازن، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فأوجد لنا أرضية احنا كبرلمانيين بحرينيين عندما نتعاطى دائما نرى احترام دول سواء على المستوى العربي أو على المستوى الخارجي، احترامهم لمملكة البحرين واحترامهم لجلالة الملك واحترامهم للسياسة الخارجية البحرينية التي تبني دائما وفق المعايير الدولية دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دون الدخول في منازعات أو زرع المشاكل بين الدول. فالسياسة الخارجية البحرينية أصبحت الآن يطرح فيها المثل في التعامل على المستوى الدولي.